بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة الآن الساعة 5:30 بعد الظهر بتوقيت سياتل، والساعة 3:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. واليوم هو عيد العمال، وهو أكثر يوم في كل أمريكا، أكثر يوم من أيام السنة في ترافيك وفي شغلات من النوع، لأن كل الناس بيسافروا في هذا العيد. وهاي السنة جاء يوم الاثنين اللي هو اليوم، وإذا وضعنا إنه السبت والأحد كان عطلي عادي، فمعناه كان يعني وقت مناسب بالنسبة لأمريكا للناس، لأنه بيسافروا بيروحوا بيزوروا بعضه بيخرجوا على بيكنيك مش عارف إيش إلى آخره. فهاي التسجيل حيكون على مبادرة، يعني أنا استلهمت من زمام المبادرة اللي هو موجود في الجزيرة. والحقيقة الحمد لله ليس أول مرة أنا بعمل مبادرة. طبعا المبادرة اللي عملتها في وأنا كنت في إسبانيا، تأسيس المركز الإسلامي في غرناطة، وهو لأول مرة يؤسس منذ 500 عام، تأسيس الاتحاد الأطباء المسلمين في أوروبا، ثم مساعدة في تأسيسه في أمريكا، وهو الآن من أعظم من أكبر المنظمات اللي بتساعد المسلمين في دول إسلامية وفي حتى في داخل أمريكا. بعدين إنشاء اتحاد الجمعيات الإسلامية في جنيفا في منتصف الستينات، وكان معي في ذلك الوقت الإخوة توفيق الطيب من سوريا وحسن الترابي من السودان. يعني هاي كلها مبادرات والحمد لله أتت ثم أكلها. المرة هاي أنا عندي مبادرتين. أول مبادرة أطلقت عليها إنه American Initiative for Muslim Inmates، يعني هي المبادرة الأمريكية للمسلمين السجناء، لأنه أنا متطوع في إحدى في السجون منذ أكثر من 10 سنوات، الحمد لله أصلي فيهم صلاة الجمعة وأحيانا بدرسهم إلى آخره. وفي المدة الأخيرة صرت أتجول في كل السجون الموجودة في داخل واشنطن ستيت هنا، وهناك ألوف من المسلمين الله هداهم واعتنقوا الإسلام في داخل السجن، وعندما يطلعوا هذول السجن يحتاجوا إلى مساعدة، لأنهم هم ما داخلوا في داخل السجن هم سالمين تماما، غرف نظيفة، مكتبة، ممكن يتعلموا حرفة إذن في داخل السجن، ما هو زي سجون مصر ولا سجون البلدان الأخرى، لا، بوكلوا حلال ميت، يعني أكل حلال وإلى آخره. لذلك أنا دائما بقول لهم أنتوا سيف، يعني سالمين هنا في داخل السجن، بس يطلعوا هاي المصيبة يحتاجوا إلى رعاية، يحتاجوا إلى مساعدة، وخاصة أول 3 أو 4 أشهر. فكانوا مع الأسف يضطروا يروحوا على أماكن مخصصة للمسيحية، فطبعا المسيحية بدو بس يعملوا يروحوا يوم الأحد وكذا من نوع، طبعا هم ما بروحوا، ولذلك بيضطروا إنهم يعني يصير عندهم مشاكل، وكان الواحد يعني يستطيع يساعدهم باللي بيقدر عليه، ولكن هاي قضية كبيرة خالص لا أستطيع أني أنا أقوم فيها. وبعض هاي الشباب كمان الله هداهم وصاروا ممتازين جدا، وزي ما بقول في الدين الإسلامي الإسلام يجب ما قبله، يعني كانوا مخطئين، في منهم سرقات، في منهم مخدرات، في بجوز قتلوا ناس بجوز بالخطأ، أو كانوا سكرانين مثلا وخرجوا بالسيارات وعملوا حادث السيارة وماس ناتوا منها، ولكن بعد ما طلعوا من السجون كانوا ممتازين خالص والله هداهم أروع ما يمكن. إذن هذول بحاجة إلى مساعدي، ولذلك أنا حكون إن شاء الله لجني من 5-6 أشخاص، منهم طبعا بسموها تشابلن، مسلمين هذول اللي متعاقدين مع الحكومة هنا، بزوروا هاي المحلات السجون هاي
أنا شخصيا لست متعاقدا، وإنما أنا متطوع فقط والحمد لله، وبدون أجر بدون أي شيء، لكن أنا عايز أساعد الناس هذول، وإن شاء الله نعمل منظمة نون بروفيت أورجانيزيشن، يعني زي ما تقول الحكومة بتساعدنا من الناحية هاي. وأنا أتمنى إنه بالرسالة هاي أوجهها إلى المسلمين وخاصة الأغنياء منهم، تعالوا يا أخي زورونا هنا في أمريكا، زورونا في واشنطن ستيت هنا، ومنفرجكم نروح إحنا وياكم على المحلات السجون هاي، وممكن إنه واحد منكم يتبرع في بيت مثلا، بيت على أساس إنه بس المسلمين يخرجوا هذول من إحدى السجون وإلا من نوره على البيت، يوجدوا جو إسلامي جو كذا، الله سبحانه بيجازيكم أحسن الجزاء من هنا إلى يوم الدين يعني. المهم أنا بحكي هذا الشيء. الشيء الآخر، بعض هؤلاء المسلمين اللي بخرجوا من السجن شباب خلاص يعني غلطوا، الله هداهم وشي منهم ممتازين خالص، وهذول بدهم يتزوجوا، مرات عائلتهم ما بتقبلهم، مرات عايزين هم دائما يتزوجوا امرأة تكون عربية تحكي باللغة العربية، بقصد مسلمي بتخاف الله متدين إلى آخره، وخاص أهم شيء إنه إيش باللغة العربية. فأنا بدي أحاول عن طريق هاي الانيشيتيف اللي بسموها امريكان انيشيتيف فور مسلم انميتس، على اساس نجيب النساء هاي. طبعا النساء اللي بدها تيجي اول شيء لازم تكون مسلمه، لازم تكون يعني متدينه، بعدين تحكي انجليزي، لازم تحكي انجليزي لانه حتى تتفاهم معاهم يعني، وهم بيحبوا يتعلموا عربي بتحب انجليزي، وبتزوجوها على سنه الله والرسول. وعاده اذا بتزوجوها في خلال شهر كامل ممكن يجيبوها كفيانسي يعني كخطيبة، وبعد ما نتعرف على أهل أو شيء من النوع بجوز يعملوا مثلا زواج هيك يعني شرعي، ولكن بدون كتابات بدون شيء من النوع، لأنه إذا متزوج واحد من هناك ويحاول يجيبوها كزوجة بجوز تستمر حوالي سنة كاملة. أما إذا جابوها كخطيبة بيجيبوها هنا، بتنزل الخطيبة عند عائلة إسلامية وإلى آخره، وبعدين بتزوج زواج إسلامي شرعي ومدني معترفي من قبل الحكومة الأمريكية. هاي مهم جدا هاي. ونفس الشيء بقول من ناحية إيش، من ناحية أما الآخرين اللي ما بيقدروا يدخلوا يطلعوا من السجن، محكوم عليهم بجوز يكون إعدام، ولكن ما فيش حكم الإعدام هنا في داخل واشنطن ستيت ما في، ولذلك محكوم عليهم مؤبد، ما عندهم أي أمل إنهم يطلعوا على الإطلاق. هذول موجودة، أنا بحاول أوجد لهم فتيات أو نساء بيعرفوا إنجليزي يراسلوهم فقط مراسلة، يعني إيش كأخت يعني تراسلهم، مش من النوع يفضل تكون امرأة أفضل يعني، لأنهم كلهم رجال هذولا، يعني تعلمهم عن الدين الإسلامي وبنبسطوا خالص يعني، زي ما تقول يعني بلسم إلهم إنه تيجي واحد إنساني من مسلمي بتتكلم عربي وإنجليزي بتحاول إيش تفهمهم عن الدين يعني. الحمد لله إن شاء الله تزبط هاي الإشي. وأنا وضعت يعني ويب سايت إلي يعني مدوني بهذا الخصوص، وحتكون جاهزة إن شاء الله في خلال أسبوع تقريبا. أما البنات اللي بدهم يتزوجوا هنا، الشروط عليهم اللي بدها تيجي تتزوج مشان نعرفها على واحد، أقول عنهم إنه ما بين 18 سنة، لأنه هاي السن القانونية سواء هنا أو في الدول العربية، وبعدين إلى غاية 25 سنة. ليش اخترت أنا 25 سنة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في عز شبابه وشي من النوع في 25، عندما كان يتاجر إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وتزوجها وكان عمره 25 سنة. ولذلك هاي المدونة أو الويب سايت هتكون محصورة بين شباب أو شابات من الدول العربية ما بين 18 إلى 25 سنة. طبعا هنا لازم تكون هي عربية، تحكي عربي، تكون مسلمة أهم شيء، وطبعا نفس الشيء لا تدخين ولا خمور ولا حاجة من هالنوع هذا. لكن طبعا الأمريكان لا، هنا بجوز يكون يشرب الواحد ولا إلى آخره، ولكن أنا بدي أعرفهم على شباب هنا أو شابات في داخل أمريكا، وبدي أشترط عليهم شروط. طبعا ما بشترط عليهم يكونوا مسلمين، لا، مين ما يكون مسيحي يهودي مين ما يكون، بس أهم شيء ما يدخنوش، ما يشربوش، ما ياخذوش مخدرات، وبعدين يكونوا مسجلين للتصويت في الانتخابات. هاي مهمة جدا، لأنه أنا عايز يساهموا بالانتخابات، وخاصة أنه أنا
بمثل المنطق اللي انا كله هنا في الحزب الديمقراطي اللي هو بيسموها سنترال كوميتي في ولايه واشنطن، يعني الحزب الديمقراطي المركزي، انا من الجماعه اللي بيمثل هاي المنطقه. وانا كنت حاطط في اعلاني لي هنا للشباب، موجه للشباب للامريكان طبعا اللي جنبي ومحلات ثانيه، كلهم تعالوا انا مستعد اعالجكم مجانا، تيجوا عندي على شرط انه تعملوا تعهد انه خلال هاي السنة الدراسية ما تدخنوا ولا تشربوا كحول، وبعدين تكونوا مسجلين للتصويت والى اخره. فانا ممكن انه هاي العلاقات الشابية ما بين الدول العربية وبين الامريكان ممكن تصل الى مرحلة الزواج، سواء كان رجال او نساء الى اخره. فطبعا مبارك يعني هذا، انا كل ما في الامر بعرفهم، ما إلي دخل انا اتدخل شو بيقولوا وشو بيعملوا. ولذلك المدونة حتكون إن شاء الله American Initiative for the Youth .com، وهذه كمان اسمها American Initiative for the Muslim Inmates .com إلى آخره. على كل حال هذا الشيء اللي بدي أقوله أنا، والشيء قصير جدا. انتبهوا إلى المدونات هاي، الويب سايت قريبا إن شاء الله خلال أسبوع تقريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.